أنا الدكتور سكر أبو حلاوي، أنا الدايركتور للمؤسسة العربية لإعادة تأهيل المدمنين على الشوكولاتة. تأسست المؤسسة عام 2000 وتفعلت عام 2002، وهدفها إعادة تأهيل المدمنين على الشوكولاتة في منطقة عمان الكبرى. أسلوب العلاج عندنا متطور جدا، ناخد المدمنين القدامى وبقعدوا مع المدمنين الجدد وبحاولوا يفيدوهم من بخبراتهم اللي اكتسبوها عندنا في المركز. تاريخ المشكلة قديم قدم الإنسانية، أو نكون أدق إنه تاريخها من بداية اكتشاف الشوكولاتة. ولكن بحمد الله إنه في عنا قصص نجاح باهرة لناس يجوا على المركز بفضل طريقة العلاج المتطورة جدا حاليا، وبطلوا يقربوا على الشوكولاتة. وبالرغم من النجاحات الباهرة اللي حققناها، ولكن في عنا بعض من الحالات اللي لا يمكن السيطرة عليها للأسف. حاليا بدينا نشوف انه في حالات عمالها تيجي عنا عمرنا ما شفناها بحياتنا، حالات جدا مدمرة، حالات جدا صعبة. بحب أقول إنه في عنا hotline اللي هو 1-800-FREE-AT-LAST. أي شخص في عنده مشكلة إدمان الشوكولاتة إنه يحكي معنا، وأكيد رح يكون بأيدي أمينة.